تفرج. اجي تفرج واحد الفيديو كنشوف فيه كاش. ايوه بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ مزيانين. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما تشاهدوا راه بدلنا اسم القناة، غتشوفوا في العنوان ان شاء الله. راك خلينا لكم واحد اسم ديالها هي توريا ابنة الريف. نتمنى تعجبكم ونكونوا خفاف الظراف على قلوبكم ان شاء الله تعالى، ونكونوا نحطوا لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. وشكرا للناس الجداد والقدام، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الفيديو اليوم اللي نقترحوا عليكم ان شاء الله، عندي واحد الفيديو صدفه وفيديو قديم دابا غيضحك عليا، غيضحك عليا مزيان. عرفتي واحد الفيديو قديم من يامات زمان، تكون واقيلا على صدفه كان طالع فيديوهات قدام، وقيلا ما نحناش في معمرنا، وقيلا كاينش في القناه ما نضمنش وقيلا. المهم نشاركوهم معكم وانتم نشوفوا الاراء ديال توريا. ولكن شوفوا اخواتي الاحباب ديالي ما ضحكوش عليا، التصوير راه ما فهمتش، يعني التصوير كان تصوير خايب مره. واش نقول لكم، المهم ما ضحكوش عليا، الله يرحم الوالدين. وقبل ما نبداو في الفيديو ديالنا، ما ننساوش نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يلا بقى، يلا على بركه الله. شوفوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنحاول ان شاء الله غنزربوا شويه في المونتاج ديالو، نحاول نزربوا. المهم حنا نشوفوا الخلاصه بالزربه وصافي. يلا على بركه الله، بسم الله. صور كدير. الله اكبر. الخمارات بالنسبه للغه العربيه اللي يعرفوها اش كيقولوا لها؟ كاين حباب دابا كنسمع فرونسي. الزيت الاناء نديرو فيه البيض. الله الله على توريا. الله الضو ضارب بزاف. الضو ايوا اش نقول لكم، ما تضحكوش عليا الرحم ديالي، ما تضحكوش على اختكم، انا عارفاكم ما تضحكوا عليا. من اربع البيضات وقيلا مع الضو مع الشم كيفاش؟ اربع البيضات. سيفرينا نقوم بتحريك الخليط. بيض و سكر. اش كنقولوا السنيده؟ سكر حبيبات. سكر حبيبات. ان شاء الله في الفيديو غنحاولوا نسرعوا الزيت. عرفتي في الاخر غتصدموا صدمه العمر. المهم كيما جات، المهم يفرحوا الوليدات كي جات. صافي كيما جات. هما الدراري كيبكيو. صوبي لي حامض قشور ديال الحامض. قشور الحامض ولا عصير؟ عصير ديال الحامض. قطرات من الحامض. نضيف الفاني. سيقولوا الخميرة حلويات. لا لا الفاني. الضوء ضارب بزاف عليها ما تزوجش الصورة واضحة. شنو هذاك؟ حليب. حليب كاس من الحليب خلطناها وجلطناها. خلطنا الحليب مع عصير الله. يلا والطحين الدقيق. يلا والخمارات. خميرة الحلويات ياك. خميرة الحلويات. نخلط جيدا ونجلطه ونقوم بتحريكه جيدا جيدا. انا خلينا نتفرج دابا نشوفو. لا لا سير الربع. الله الله هاد المون مسكين ضربت فيه تلافة.
كل راسك. المهم هو مشاركة. المهم هو المشاركة. الروتين من نوع اخر. كلشي كيعرف يصاوب الحلوه، كلشي كيعرف. ولكن حنا غنضحكوا على راسنا، واش كنا كنديروا هاد البدايات. البدايات دوزناها. المهم هذا سيروم، سيروم في الحامض وسنيده. هذاك هذاك الشارجور ديال الإضاءة، ياك ديال الإضاءة داير حتى هو المعاناة، المعاناة حتى هو غادي جاي. المهم هو كيطيب السيروم. الله أكبر، شو هذاك الشيء؟ الولد ديال القديم ديال الله الله، زعما كاين كنكبر تخدم. يا كبار، هذه ماكينة مسكينة. ما هذا؟ الحليب. مع عمران. يا كبار، شتي الدراري كيبكيو وكانوا باقيين صغار. كريم باتيسير. ولا لا ما كريم باتيسير. واش انت ما قلتي والو انا؟ كريم باتيسير هذيك معروفة. كيفاش ولا لا ما؟ ما بقيتيش عقلة. نسيتي والله هادشي فاش كان جاني والله مع كريم باتيسيير خلط ورا شي ديالك. هادشي راه فيديو كان ورا فيديو، ولكن فاش كنا كناش عارفين، كنا كنعرفوا نخلطوا ونطبقوا صافي ياك ولا لا. الله كبار، الصوت غيتزاد غيتزاد. كنا كندازو انا ومحمد. ايوا درناه فوق النار، نقوم بتحريكه جيدا هكذا. وما هذا الشيء نباج نباج و نكهة الفراولة ولا الفرنبواز. نقوم بأخذ ملعقة من النباج. اسم عنده اسم فرنسي. نخص الماء بغيت نعرف هذيك كريم باتيسير شنو كنت غندير بها. بغيت نشوفها، نخلص هذيك لا باس بها. طيبه نقسمها، غير غتقسمها تقسمها هي. الله اكبر، قسمتها على ثلاثة. قسمتيها بلا ما وريتيها. شنو درتها؟ شنو عندك؟ ديري طبقة هكا طبقة ياك؟ واش انا هادي؟ والله ما تضحكوش عليا والله العظيم. شنو عندي؟ الله اكبر. نحط هكا زيت والله خرج زيت بنينة كاينة. ماشي نشوفها. يا الله، يلا الصورة وقفات. يلا يا عقلك ماشي تحرك. هل فوتت القطعة هذي؟ نقوم بتحريكها جيدا
بالخلاط الكهرباء هو طاح مسكين يعني يد. هسيرو شيتا تصوير ضعيف جدا، شي الضوء ضرب جهه وحده بزاف. الاضاءه ما خصها تهز الفوق، من الفوق قربناها بزاف. كريم هذا كريم باتيسير مع كريم ولارا، كي 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 غتجي هاد الكريم باتيسير مع شي نهار نجربوها. وكيلا راك درتيها يعني بحال كيديرو المحلات. ندري تكون عندي شي 19 عام هكا باش درت هاد الفيديو ولا ما كاملاش. شوفو الاخوات والله كنت في البدايه وقيله اول جينواز اللي غنصاوب ولا اول طورطه اللي ما خليها راه باين دابا العرب باين. عيط يا خاطر. واش باين لكم شي جي واحد؟ صافي درت ليها واقيلا زوقتيك كاوكاو كاوكاو كونكاسي ودرت ليها هاد اللعيبه هادي من الفوق كي غتجي في الاخر. هاو علم زيد على الله يعني شي بالون كورة هذاك كيضحك عليا وراك لاها. شكون اللي عقل واش كليتها؟ كليتها شنو كتعقلش؟ لا إلا ما ضحكوش عليا الله يرحم بها الوالدين. ونتسناو لي كومونتير ديالكم شوفو كي شنو تقولوا لينا. المهم لا باس بها، اول مره غتصاوب جينواز ولا غتصاوب طورطة بهذا الشكل بحد ذاته انجاز ياك. هي دابا باش نزوقها داك الشوكولات. ايوا الشوكولات كنتي دايره غنصاوب واحد شجرة تما في الوسط. لا وقيلا باقي ما عندي شي تصاور ديال هاد صافي صورتيها. المهم كيما قلت في الاول انكم تفرحوا الدراري باش ما كان تصوبوها في الدار تصوبوهاش ما تجيبوهاش من الزنقة. المهم صافي هذا هو الشكل النهائي. الشكل النهائي ولدي كيقول لي عطيني الشوكولاتة هذه هي الشوكولات على لي هذاك الشيء اللي باقي هاني عطيتهم كما راه هذاك الشيء اللي باقي. انا وصلنا للنهايه هو هذا النهائي ديالو. المهم ها هي غتهزها توريها وتوريها لكم زعما ما تقطعش معاهم ولكن صافي وقيلا صافي حتى هنا. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم نتمنى لكم يعجبكم وتكون الاراء ديالكم تزمن الاراء ديالكم توصفوا فيها ولكن ما تضحكوش على التفاعل ماشي مشكل عادي. اي انسان كيتعثر باش يوصل لبغيتي توصل. شكرا لكم بزاف بزاف يا احلى عائله. شكرا لكم معنا حتى لهذا الوقت. مادام حنايا كنهزو التليفون وكنتفرجوا يعني وكنهضروا معاكم الا راه نتوما يعني كنحسبوكم عائلتنا واصدقاء ديالنا. شكرا لكم بزاف تهلاو لينا في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.